جولدن باي، شنو ينجم يقول جمهور الكلوب وجمهور المنتخب نهار الاحد وجمهور الكلوب اون جينيرال؟ جمهور المنتخب يزور النادي اكيد ان شاء الله معنا نفرحوكم نهار الاحد، ان شاء الله يزور نفرحوكم 180 دقيقه بالترشح لنهائيات كاس العالم، ان شاء الله معنا نكونوا قد حسن الظن، ان شاء الله تعاونونا زاد نهار الاحد، ان شاء الله تكونوا موجودين بعد غفير ان شاء الله. بالنسبه لجمهور النادي الافريقي يظهر لي نقول لهم اولا عيد ميلاد سعيد للنادي الافريقي بعد مرور 93 عام، وان شاء الله معناها بدايه موافقه بالنسبه للنادي، ان شاء الله يكملوا الاولاد كما يلزم وان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. جمهور جولدن باي يكون حاضر نهار الاحد ان شاء الله ربي يسهل، يظهر لي ميساج لجماهير تونس كل ان شاء الله يكونوا حاضرين كما يلزم يا رب.